احنا اليوم بنعيش اجواء دوليه في بطوله قفز حواجز، هي عباره عن 3 بطولات جوله و3 بطولات تحت مظله الاتحاد السعودي للفروسيه وضمن البرنامج اللي يضعه الاتحاد السعودي للبطولات الدوليه اللي هو يحتضنها في المملكه العربيه السعوديه لوضع المملكه على خريطه العالم. واليوم الحمد لله نشهد هذا حضور دولي من أكثر من 18 دولة مشاركة، منهم سويسرا، فرنسا، إيطاليا، النرويج، وبالإضافة للدول العربية مثل سوريا واليمن ومصر، وطبعا بالإضافة للدولة المستضيفة اللي هي السعودية. فبنعيش أجواء دولية فعلا ممن يؤدي إلى رفع المستوى والمنافسة ووضع المملكة العربية السعودية على الخارطة العالمية. الحمد لله أقدر أقول أنه صار في طلب من الفرسان العالميين أنهم يجوا، وطبعا بدعم الاتحاد على رأسهم سمو الأمير عبد الله بن فهد أنه ساعدنا ودعمنا فعلا كثير، وتشجيعه لي من اول ما قررت انه اخذ البطولات يعني فعلا هذا كان دعم لي انه نكمل في هذا المسار على للعالميه. احنا طبعا انا بدات، هذا شغف عندي، انا الفروسيه هذا شغف حياتي، بدات من وانا طفله سويت النادي الحمد لله بدعم الوالد والعائله، لأنه كانوا شايفيني أنه كل حياتي الخيل، وفعلا الرياضة دائما شيء كويس بدل أنه الفراغ، والأجيال تربية الأجيال على حب شيء رياضي يعني شيء كويس. فالولد دعمنا والعائلة كلها دعمتنا ووصلنا للي وصلناه اليوم. بدأنا 1990 والحمد لله إلى الآن يعني أنشأنا أجيالاً كثيرة من السعوديين اللي مثلوا المملكة عالمياً، منهم بنتي دلمة اللي أول فارسة سعودية تشارك في أولمبياد وتحصل على ميدالية برونزية كفتاة سعودية رفعت علم المملكة خفاقاً والحمد لله. وطبعاً هي قدوة وأنا قدوة، أبغى الناس تشوف أنه رياضة الفروسية ما لها عمر، تقدر تشارك وتستأنس وتمضي أوقاتا جيدة. الحين صار لنا 34 سنة الحمد لله في هذا المجال، خبرتي طبعا بدأت قبل كده لأني أنا أعتبر كمان أول امرأة دخلت في اتحاد الفروسية اللي هو الاتحاد الدولي للفروسية ضمن لجنة الأطفال، هذا كان في عام 1996. بعدين دخلت الاتحاد السعودي للفروسية كعضو مجلس إدارة عام 2008، شاركت مع اللجنة الأولمبية السعودية عام 2008 في بيجين، الآن أنا عضو في اللجنة العمومية في اللجنة الأولمبية السعودية والحمد لله. طبيعي صعوبات بتواجه أي أحد ولا شيء، الصعوبات بنتخطاها، إحنا متعودين نقفز الحواجز يعني ما عندك مشكلة. أنا بس أبغى أشكر كمان الرعاة اللي طبعا لولا الله وهم ما كنا نقدر إنه نسوي هذه البطولة، لأنه بطولة عالمية وميزانياتها كبيرة عشان تطلع بالمستوى اللي يرفع المملكة. إحنا نعرف إنه أو يمكن ما تعرفوا الجوائز أكثر من 1,000,000 ريال، فالحمد لله يعني إن شاء الله يعني يكون حاجة تثبت يعني إنه شيء عالمي حدث في السعودية للمستقبل.